السؤال الثاني بالنسبه لتحيه المسجد. نعم. لو دخلت المسجد قبل المغرب يعني بنص ساعه اصلي تحيه المسجد ولا؟ والله الامر فيه قولان للعلماء، الجمهور يمنعون لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عده طرق: لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن العلماء من يقول هذه من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تستثنى من المناهي، كذا قال بعض العلماء. طيب الـ 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 لو دخلت المسجد بعد الأذان أصلي تحية المسجد ولا أصلي سنة قبل الفريضة؟ ما في حديث عن رسول الله اسمه تحية المسجد، إنما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا استحبابا. فإذا أنت صليت السنة أقمت الحديث، إذا صليت فريضة أقمت الحديث. فهمت كلامي؟ تمام. الله يحفظك. يعني ينفع أجمع بين نيتين؟ ما في، قلت لك يا أخي الكريم افهم، ما في حديث اسمه تحية المسجد، إنما الحديث فيه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الركعتان تتأتيان بفريضة، بنافلة، بصلاة ركعتين مستقلتين، المهم إنها ركعتان. تمام. الله يسلمك. إلا في الوقت المكروه فيه، فأنت الوقت المكروه فيه وضحت لك القول فيه. شكرا. الله يكرمك.